بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 92. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله في فضل العرب، وأن لهم الكمال في دينهم وأخلاقهم، وأنه خرج عن هذا الكمال قسمان، إما كافر من اليهود والنصارى أو غيرهم من العجم الذين لم يدخلوا في هذا الدين. ثم قال رحمه الله: فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواهم، إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة نقيصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله فضل جنس العرب على غيرهم من أمم الأرض، وبين الأسباب التي بها نالوا هذا الفضل، وفي مقدمتها الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي انتشلهم من هذه الذلة، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ذكرهم الله بهذا، كانوا مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم من الأمم، ولهذا كانوا تابعين إما للفرس وإما للروم في الجاهلية. فلما جاء الإسلام كون منهم أمة عظيمة دخلت تحتها دولة الفرس ودولة الروم. هذا هو الإسلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي نال به العرب عزهم ومكانتهم في العالم. فما داموا متمسكين به فإنهم سيبقون على كرامتهم، وإذا تخلوا عنه تخلى الله عنهم ورجعوا إلى ذلتهم ومهانتهم، كما يقال التاريخ يعيد نفسه، فيعودون إلى ذلتهم ومهانتهم، كما هو الواقع الآن من حال الكثير من العرب أنهم صاروا أذلة وصاروا مستضعفين لأنهم تركوا هذا الدين وظنوا أن العزة باتباع فارس والروم والدول الكافرة، فلذلك ضاعوا بين أهل الأرض وصاروا يسمون بالعالم الثالث. الله. العالم الثالث، الله المستعان، المتخلف. نعم. وصار ينظر إليهم نظرة ذل وهوان. لماذا؟ لأنهم تركوا العز الذي أورثه الله لهم. نعم. وطلبوا العز من غيره فأذلهم الله سبحانه وتعالى. ومن كان فيه مخالفة لهذا الدين فإنه يحصل فيه نقص بحسب هذه المخالفة، فإن كان فيه كفر وردة فإنه يكون ذليلا حقيرا مهينا في حياته وبعد موته، وإن كان عاصيا دون الردة فإنه يكون فيه ذلة ومهانة بقدر معصيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون،
مما لم يكن عليه السابقون الأولون. نعم، هذا رجوع إلى ما سبق من تحريم التشبه بالأعاجم. وقد نهت الشريعة عن التشبه بالأعاجم لما في ذلك من الرجوع إلى الجاهلية والتنكر للإسلام. فتشبه بالأعاجم سواء كانوا أعاجم في الماضي أو في الحاضر، لأن العجمية نقص، العجمية نقص، والعروبة في الجملة شرف. فإذا انتكس الأمر وصاروا يلتمسون العز من ما عليه الأعاجم ذلوا وهانوا، وحصل لهم التأخر كما هو الواقع الآن. فالتشبه بالأعاجم لا خير فيه، حتى ولو كانوا من التشبه بالأعاجم لا خير فيه، حتى ولو أنهم أسلموا، فإن العجمية في حد ذاتها إذا قوبلت بالعربية فهي ناقصة. فلا، كما سبق أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، من جنس العجم. والعجم إنما حصل لهم الشرف والرفعة لما دخلوا في هذا الدين وتعلموا هذا العلم، نالوا على هذا الشرف وهذه الرفعة، لا بحسب أصلهم وإنما بسبب اتباعهم لهذا الدين. نعم، السلام عليكم. قال: دخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. نعم، الأعاجم إذا كانوا مسلمين فإن كانوا تركوا عادات الأعاجم وتقاليد الأعاجم وأخذوا بآداب الإسلام صاروا مثل المسلمين ومثل العرب، لأنهم اقتدوا بهم وساروا في ركابهم. أما إذا بقوا على عجمتهم وعلى عاداتهم وإن كانوا مسلمين فإن فيهم نقصا بلا شك. نعم، قال: ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. هذا كما ذكرنا أن العجم إذا انصقلوا بآداب الإسلام، تحلوا بها وتركوا عاداتهم، فإنهم يكون لهم الكمال. نعم، تبعا للعرب. وأما إذا أخذوا الإسلام لكن بقوا على عاداتهم وتقاليدهم وتركوا بعض آداب الإسلام يكون فيهم نقص بلا شك. نعم، ومن تشبه من وكذلك العكس. العرب على عزتهم ومكانتهم إذا تركوا الإسلام وعادوا لما عليه العجم أذل لهم الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها. نعم، العجم الذين من الله عليهم بالعلم والعبادة صاروا من أفضل الناس بسبب أنهم اعتنقوا الإسلام وتخلقوا بأخلاق المسلمين، فرفعهم الله عز وجل، وتعلموا العلم النافع مثل سلمان الفارسي ومثل الأئمة من بعده كالبخاري والترمذي وأبي حنيفة والترمذي وغيرهم ممن، وكذلك كثير من العلماء الأكابر الذين هم من العجم، الذين أصلهم من العجم، اندمجوا في العرب وأخذوا الإسلام أخذا صحيحا فرفعهم الله به. وعلى العكس، العرب إذا تركوا دينهم وأخذوا ما عليه الأعاجم أذلهم الله كما سبق. نعم، قال: ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه. نعم، فهذا وجه. نعم، فما يحصل على العرب من ذلة إنما هو بسبب تخليهم عن دينهم وبسبب تخليهم عن أخلاقهم وشرفهم وما كانوا عليه من الصفات الحميدة. فإذا أخذوا عادات الأعاجم وتقاليد الأعاجم حصل لهم من الذل بحسب ما حصل لهم من الانتكاس عن ما كان عليه العرب والمسلمون من الفضل والشرف. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي
وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. نعم، هذا من مزايا هذا الدين، أنه حول أهل الأرض عربهم وعجمهم، حولهم إلى أمة عظيمة قاهرة في الأرض، يخافهم من بالأقطار بسبب تمسكهم بهذا الدين، بهذا الدين وبهذه الأخلاق العظيمة. فإذا ما تخلوا عنها أو عن بعضها حصل لهم من النقص ما يحصل. وهذا الدين أنزله الله باللسان العربي، فلا بد أن يؤدى باللسان العربي، ولذلك تعلم الأعاجم العربية وصاروا من أئمة العربية كسيبويه وغيره من الأعاجم الذين تعلموا العربية وصاروا من أئمتها. غالب أئمة اللغة العربية من الأعاجم، فدل على أنه الأعاجم لا يبقون على عجمتهم ولو أسلموا، إذا بقوا على عجمتهم فهذا نقص، فلا بد أن يتعلموا لغة هذا القرآن ولغة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يفهموا هذا الدين فهما صحيحا ويقوموا به قياما صحيحا. ولذلك من أسلم منهم وتعلم العربية صار من أئمة اللغة العربية ومن أئمة الحديث وأئمة التفسير وأئمة العلم. أما لو بقوا على أعجميتهم لصار فيهم نقص ولو كانوا مسلمين. فالمسلم الأعجمي لا شك أنه أنقص من الأعجمي الذي تعلم اللغة العربية وبعد إسلامه وإيمانه. فنعم. قال: وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة. نعم، كذلك كما ذكرنا أن لغة هذا الدين هي اللغة العربية الفصحى، لذلك يجب أن يؤدى بها مهما أمكن في الخطب والكتابات والمحادثات، يكون باللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لكتابه ولرسوله ولدينه، فيؤدى بها ولا يذهب إلى اللغة الأخرى إلا عند الضرورة وبقدرها أيضا، بقدر الضرورة. وإلا فإن البقاء على اللغة الأعجمية مع القدرة على تعلم العربية هذا نقص عظيم، ولا يحصل به إبلاغ هذا الدين كما ينبغي، لأن هذا الدين باللغة العربية وليس باللغة الأعجمية. فلا بد أن العالم المسلم، العالم المسلم أو من يريد الدخول في الإسلام، لا بد أن يتعلم العربية، ولا بد أن تكون العربية هي لغة التخاطب واللغة لغة التعامل بين المسلمين في جميع أمورهم، حتى في أمورهم الدنيوية، تكون في المستشفيات، في المطارات، في كل مكان، اللغة العربية التي هي سيدة اللغات. فأما أن يكون العكس وأن تكون تدخل علينا العجمة، تدخل علينا اللغات الأجنبية في بلادنا، فهذا من الذلة بلا شك، ومن تقليص هذا الدين، لأن هذا الدين لا يؤدى إلا باللغة العربية. ولذلك ذكر العلماء أن خطبة الجمعة تكون باللغة العربية مهما أمكن، ولا تكون بالأعجمية إلا إذا كان الحاضر أعاجم، أو أنها تلقى بالعربية وتترجم لهم بلغتهم. فالأصل في تبليغ هذا الدين هو اللغة العربية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه سبحانه، فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. نعم، الأصل أن المتأخرين
يقتدون بالمتقدمين من السلف الصالح والأئمة، لأنهم على الهدى وعلى الحق وعلى الخير، وألا يتخلفوا عنهم في عاداتهم وأخلاقهم، فإن هذا نقص يلحقهم في دينهم وفي دنياهم. ولهذا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الذين اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان، نعم. ومن اتباعهم بإحسان تعلم اللغة العربية التي هي لغتهم، والتي كانوا يتخاطبون بها ويكتبون بها ويؤلفون بها. فاللغة العربية هي السيدة للغات، لأن الله أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. واللغة العربية في طبيعتها أحسن اللغات، حتى في وقت الجاهلية اللغة العربية هي أحسن اللغات وأفصحها وأبينها، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فحاصله أن النهي عن التشبيه بهم، لعلها تشبه بهم، لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين، أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم. العلة في النهي عن التشبه بالأعاجم والكفار والمشركين والجاهلية أن من تشبه بهؤلاء تخلق بأخلاقهم بلا شك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، بمعنى أنه يكون مثلهم بحسب ما تشبه به وبحسب ما أخذ من أخلاقهم. قد يكون أخذا كثيرا وصار منهم خالصا، أو يكون منهم في بعض الشيء. على كل حال التشبه نقص، تشبه بغير المسلمين هذا نقص في كل زمان وفي كل مكان، نعم. قال: ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر، أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين، نعم. وصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. نعم، الذين نالوا الفضل من أهل فارس وغيرهم ما نالوه إلا بتشبههم بالسابقين، السابقين الأولين، وسيرهم على منهاجهم. ولهذا قال: والذين اتبعوهم هذا عام في العرب وفي العجم، اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان. ومن الإحسان أن يأخذ لغتهم وأخلاقهم، لأنهم كانت أخلاقهم أخلاق القرآن وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتباعه وتلاميذه والرواة عنه. فالذين اتبعوهم بإحسان وأتقنوا طريقتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، سواء كانوا من العرب أو من العجم. والشاهد حاصل بما حصل من أئمة العلم وأئمة الجهاد من العجم أنفسهم، لما أخذوا هذا الدين أخذا صحيحا وتعلموا هذه اللغة العربية وتخاطبوا بها وفهموا بها كتاب الله وسنة رسوله، حازوا على هذا السبق وهذه الفضيلة، نعم. قال: فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم، نعم. لا تنسى الأئمة الكبار من العجم، نعم، لما أخذوا هذا العلم وهذا الدين واقتدوا بالسابقين الأولين بإحسان، صار لهم في ذلك الفخر والفضل والذكر الحسن والآثار الطيبة، وخدموا الإسلام وخدموا الدين وخدموا العلم خدمة عظيمة. ما نالوا هذا إلا بأنهم أخذوا هذا الدين وأخذوا هذه اللغة وتخلقوا بأخلاق السابقين الأولين. وهذا معنى قوله بإحسان، فليس المراد مجرد الانتساب للسابقين الأولين وأن يقول أنا سلفي أنا كذا، لا بد أن يحسن اتباعهم والاقتداء بهم. ولا يحسن هذا إلا إذا تعلم ما هم عليه وعرف ما هم عليه حتى يتبعهم بإحسان. أما إذا كان جاهلا بما هم عليه وجاهلا بعلمهم، فهو وإن حاول أن يتبعهم فإنه لا يتبعهم بإحسان، نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين. حتى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب فضل السلفي في كتاب فضل الفرس، قال: عجم أصبهان قريش العجم. نعم، إنما نال عجم أصبهان وغيرهم من العجم الفضل باقتدائهم بالسلف وأخذهم لهذا الدين بلغته الأصلية، لذلك صار منهم الأئمة السابقون في العلم والعمل والعبادة والزهد والخير الكثير. نعم، وهذا الدين من تمسك به ساد. نعم. قال: روى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس، ثم أحببت أن أكون من أصبهان. نعم، لأن أصبهان نبغ فيها نوابغ من أهل العلم والعبادة والزهد بسبب اتباعهم للسابقين الأولين بإحسان، واتباعهم لهم بإحسان. نعم، والعبارة التي مرت قال: عجم أصبهان قريش العجم. نعم، قريش العجم، يعني كما أن قريش أفضل العرب، كما أن قريشا أفضل العرب، فإن أهل أصبهان أفضل العجم. بسبب ماذا؟ اتباعهم للسابقين. اتباعهم للسابقين بإحسان. بإحسان. نعم. أي نعم. قال: وروي بإسناد آخر عن سعيد بن مسيب قال: لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أبناء العجم، أسعد الناس بها فارس وأصبهان. نعم، لما نزل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم هؤلاء الآخرين الذين سيلحقون بهم، وكان عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأشار إليه وقال: لو كان العلم بالثريا لناله رجال من أهل فارس، فدل على أنهم إنما خرجوا من الفارسية ومن العجمة ونالوا هذا الفضل بسبب اتباعهم لهذا القرآن واتباعهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. نعم، غيرهم من الموالي الذين نالوا السبق في الأمة. وإذا قرأت التراجم، تراجم المحدثين والعلماء، وجدت الكثرة الكاثرة من الأعاجم. لماذا؟ لأنهم أخذوا هذا الدين واتبعوا السابقين الأولين بإحسان، فنالوا هذه الكرامة وهذا الشرف. نعم. قال: فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان. نعم، هذا يدل على فضل من تمسك بهذا الدين من العجم، وأن حتى البلاد تتحول من بلاد أعجمية إلى بلاد تشبه البلاد العربية أو تسبقها في الفضل. نعم. وكان أئمة السنة علما وفقها والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض فيهم أكثر من غيرهم، حتى إنه قيل فيهم، يعني في أصبهان. نعم. حتى إنه قيل إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث، مثل صالح بن أحمد بن حنبل، ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم، وأنا لا أعلم حالهم بآخرة أو بآخرة. نعم، هذا عود على ما سبق، أنه لا، الشيخ رحمه الله لما ذكر فضل العرب لا يشعر أحد أن هذا فيه تنقيص لغير العرب. نعم، بل هو عرج على هذا وذكر فضل من هداه الله ومن أخذ العلم والعمل الصالح من العجم، وأن كونهم غير عرب لا يؤخرهم. نعم. لا يؤخرهم عن الفضيلة، إنما يؤخرهم عن الفضيلة تأخرهم عن العمل الصالح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قال: وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي، إنما يمدح لمشابهته السابقين،
حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص، أو قول على قول، أو فعل على فعل، لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين. فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة، وهي فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم. هذا تصديق وتبيين معنى قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. فمن اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم القدوة في العلم والعمل، فمن اتبعهم في العلم والعمل فإنه ينال رضا الله سبحانه وتعالى، لكن بإحسان وإتقان وعلم ومعرفة وتحقيق، لا مجرد انتساب وادعاء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.